شفت ليونيل ميسي يطرد سبيد عاشق رونالدو من مطعمه؟ اليوتيوبر المشهور سبيد لقى نفسه في موقف لا يحسد عليه عندما تم طرده من احد المطاعم في امريكا واللي بيرتبط بالنجم الارجنتيني ليونيل ميسي. سبيد معروف عنه انه عاشق لرونالدو، واعلن سلسله مطاعم هارد روك تقديم ساندوتش برجر بخلطه خاصه من اختيار ليونيل ميسي. والظاهر ابو الكباتن ان سبيد قرر تجربته ودخل بالفعل المطعم وهو يرتدي قميص رونالدو، وهو بياكل طلع كاميرته بيصور مقطع لقناته علشان يلاقي الشرطه حواليه في كل مكان. وقام طرده سبيد قال عبر حسابه ان ميسي طرده من مطعمه بداعي انه يرتدي قميص رونالدو. طب هل ده صحيح؟ هل ميسي فاضي اصلا لسبيد ولا لغيره؟ الحكايه وما فيها ابو الكباتن ان ده مخالف لسياسه المطعم والتي لا تسمح بالتصوير الا لاسباب تسويقيه فقط. الكلب يتوقع تتويج ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم. من 2010 ما جاش اي توقع صحيح زي ما حصل مثلا مع الاخطبوط بول واللي اختار اسبانيا كبطل كاس العالم امام هولندا في النهائي الذي لا ينسى. من وقتها بقى الكل بدا يعمل حاجات مشابهه لكن ما ظبطتش زي الاخطبوط. والنهارده قام احد الكلاب باختيار الفائز بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، ورشح فوز باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وفوز ريال مدريد وبايرن ميونخ ليلتقي كل من باريس والريال في النهائي ويتوج ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا. الكلب ده ممكن يكون حديث الموسم ويطلع ترند كمان، او يبقى زيه زي غيره كل التوقعات في شنك. فهل تتوقع فعلا يا ابو الكباتن ريال مدريد قادر على التتويج بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم؟ ريال مدريد يستعد لتشغيل تقنيه جديده في البرنابيو، وده لاول مره هيكون امام مانشستر سيتي وبرشلونه. بيستعد ريال مدريد لاطلاق الشاشه الجديده على ملعبه واللي هتكون بزاويه 360 درجه بشكل مختلف تماما عن الشاشات المعتاده في ملاعب كره القدم. وذكرت صحيفه اس الاسبانيه ان ريال مدريد هيشغل الشاشه بشكل رسمي سواء امام مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا او امام برشلونه في كلاسيكو الدوري، والامر متوقف على التجارب اللي هيجريها في الايام القليله اللي جايه. وستتيح الشاشه بزاويه 360 درجه رؤيه شامله لجميع المشاهدين في الملعب، وهي عاليه الدقه LED 13 بكسل. تتكون الشاشة الجديدة من 18 شاشة تم تركيبهم جنب بعض بطول اجمالي 368 متر، وبالاضافة كمان للشاشة سيتم تشغيل نظام صوت جديد لزيادة الواقعية للجمهور في الملعب، يعني دلع الدلع. ده طبعا هيجذب المعلنين للبرنابيو واللي بدأ بالفعل، وفي شركات كتير حجزت مساحة على الشاشة وده علشان عرض اعلاناتهم الخاصة. ده غير الشركات يا ابو الكباتن اللي في قائمة الانتظار. احنا على ابواب حدث عالمي وتاريخي، وهو ان فينيسيوس هيكون اول لاعب في التاريخ تهتف ضده كل اندية اوروبا والعالم بكلمة واحدة، الموت لفينيسيوس. الموضوع وصل انه بيهتفوا ضده بالموت وهو اصلا ما بيلعبش، انت متخيل؟ يعني وريال مدريد مش طرف. وده اللي حصل قبل لقاء برشلونه ونابولي، جماهير برشلونه هتفت بالجمله دي، وقبل لقاء اتلتيكو مدريد وانتر ميلان جماهير اتلتيكو هتفت بنفس الجمله، وكذلك قبل مواجهه الريال وفالنسيا واوساسونا كمان. اول لاعب في التاريخ اسبوعيا يهتف ضده بالموت، واول لاعب في التاريخ يتعرض لهذا النوع من العنصريه. ده ما حصلش في اي حته في العالم الا في اسبانيا واوروبا مع الاسف، وده مش افتراء لا سمح الله، ده مثبت بالصوت والصورة. فانت ابو الكباتن قول لي رايك في التعليقات في اللي بيحصل لفينيسيوس ده، ولو انت مكانه هتعمل ايه؟ الاتحاد الفرنسي مش عاجبه قرار ريال مدريد. اكد رئيس الاتحاد الفرنسي انه بيحاول اقناع بريز للسماح للاعبيه بالمشاركه في الاولمبياد، وكان رفض قبل كده ريال مدريد مشاركه لاعبيه في الاولمبياد. اكد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكره القدم انه لا يقبل بفكره ريال مدريد للسماح للاعبيه بالمشاركه في الاولمبياد باريس 2024. طبعا قصده هنا على لاعبين ريال مدريد الفرنسيين، وعلشان كده بيسعى الاتحاد الفرنسي لاقناع بريز لتغيير هذا القرار. وقال ديالو يؤسفني موقف ريال مدريد المتمثل في اغلاق الباب امام حلم العديد من اللاعبين، واذا كان علينا الذهاب لمقابله بريز في مدريد فسنفعل ذلك. اقتراحات ارسن فينجر لتطوير كره القدم. ذكرت صحيفه ماركا الاسبانيه اقتراح رئيس لجنه التطوير في اتحاد كره القدم والمدرب السابق الفرنسي ارسن فينجر تغيير عدد من قوانين كره القدم بدايه من توقيت المباراه ونظام التسلل وحتى رميه التماس. رقم واحد، تغيير قانون التسلل. يعتبر اللاعب في حاله تسلل إذا كان جسده بالكامل خارج خط المدافع الأخير. رقم 2، تقليص زمن المباراة إلى 60 دقيقة كل شوط 30 دقيقة. رقم 3، إجراء التبديلات بعدد مفتوح خلال المباراة. رقم 4، لعب رمية التماس بالقدم وليس بالإيد. ورقم 5 أبو الكباتن، الكارت الأزرق، وده هيكون كارت ثالث بجانب الأصفر والأحمر، ويتم منح الكارت للاعبين للتلفظ بكلمات نابية للحكم أو ارتكاب الأفعال المشين. محمد صلاح ولامين يامال وفيل فودن وفينيسيوس وهالاند ومبابي. مطلوب منك يا أبو الكباتن تتقمص شخصية المدرب وتبدا بثلاث لاعبين اساسي وتحط لاعبين منهم على الدكه وتبيع لاعب فيهم. يلا ابو الكباتن ورينا عبقريه المدرب اللي جواك.